بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة الكرام الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الندوة التي يعقدها القسم المهني في هيئة علماء المسلمين في العراق، وتأتي ضمن مشاركة هيئة علماء المسلمين في العراق في نشاطات أسبوع القدس العالمي، لتسلط الضوء على موضوع في غاية الأهمية. وجاءت هذه الندوة تحت عنوان القدس وفلسطين في عيون العراقيين، ويشارك فيها كل من الدكتور مثنى الضاري مسؤول القسم السياسي في الهيئة، والأستاذ حامد الخزرجي عضو مجلس شورى الهيئة. ونبدأ الآن مع الأستاذ حامد الخزرجي، ونفتح له المجال ليلقي ورقته، وهي بعنوان القدس وفلسطين في عيون هيئة علماء المسلمين في العراق، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر مدير الجلسة على هذا التقديم. وورقتي بعنوان القدس وفلسطين في عيون هيئة علماء المسلمين. لم يقتصر الدور الذي تقوم به هيئة علماء المسلمين في العراق على متابعة القضية العراقية ومحاولة إصلاح الخلل الكبير الذي تسبب به الاحتلال وما خلفه من تداعيات خطيرة على حاضر البلد ومستقبله، بل نلحظ اهتماما واضحا من الهيئة ورموزها بقضايا الأمة العربية والإسلامية وما تتعرض له من تطورات ومستجدات نتيجة الضغوط التي تتعرض لها أمتنا. من بين تلك البلدان التي نالت اهتماما كبيرا وملحوظا من قبل الهيئة هو ذلكم البلد الذي يحوي أرض الإسراء والمعراج، وفيه المسجد الأقصى المبارك الذي كان قبلة المسلمين الأولى في صلاتهم. البلد هو فلسطين الحبيبة. يمكن أن نجمل مجالات اهتمام هيئة علماء المسلمين في العراق بالقضية الفلسطينية في 4 نقاط. الأول هو البيانات الصادرة عن الأمانة العامة في الهيئة التي تخص القضية الفلسطينية ومستجداتها، إذ حظت فلسطين والمسجد الأقصى باهتمام مواقف الهيئة الرسمية التي تعبر عنها في بياناتها، فضلاً عن الوقوف مع الشعب الفلسطيني فيما يعانيه أو يجري له على أيدي الاحتلال الصهيوني. الثاني هو نشاطات هيئة علماء المسلمين في العراق وأدبياتها الخاصة بالقضية الفلسطينية والمسجد الأقصى، من ذلك المشاركة الفاعلة في النشاطات المتعلقة بفلسطين في المحافل الدولية والمؤتمرات والملتقيات، وعضوية التجمعات والمنظمات والمؤسسات الناشطة في هذا المجال. وهذه الندوة تأتي في هذا السياق بعد انطلاق أسبوع القدس العالمي. الثالث هو الإعلام، إذ تنوعت جهود هيئة علماء المسلمين في العراق بالقضية الفلسطينية إعلاميا، فمنها إصدار التصاريح الصحفية والمتابعات الإعلامية في وسائل إعلام الهيئة ومنصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، وأبرزها متابعات جريدة البصائر الصادرة عن قسم الثقافة والإعلام في الهيئة والناطقة باسم الهيئة، إذ خصصت إدارة تحريرها ركنا خاصا لأخبار فلسطين في صفحاتها تحت عنوان من أرض الإسراء، واستمر هذا الركن في صفحات البصائر منذ انطلاقتها في عام 2003 وحتى توقف النسخة الورقية عن الصدور عام 2012، وما زالت الجريدة في نسختها الإلكترونية التي تصدر أسبوعياً تولي أخبار فلسطين اهتماماً كبيراً. الجانب الرابع هو التصريحات والمواقف والآراء والمشاركات لأعضاء هيئة علماء المسلمين، وفي مقدمتهم الأمين العام الراحل الشيخ الدكتور حارث الضاري رحمه الله، في عدد من المحافل الدولية والمؤتمرات والملتقيات والتجمعات التي كان يدعى لها ويشارك فيها، والتي تعقد لدراسة الشأن الفلسطيني وما يتعرض له المسجد الأقصى. من هذه النقاط الأربعة ندرك أنه ليس بغريب على هيئة علماء المسلمين في العراق أن جعلت القضية الفلسطينية أهم قضايا الأمة في العصر الحديث، فمنذ أن أصدرت الأمم المتحدة قرارها الظالم في تشرين 2 نوفمبر عام 1947 بتقسيم فلسطين بين العرب واليهود، واحتلت العصابات الصهيونية بعده كثيرا من أراضي فلسطين عام 48
وقضية فلسطين تشغل بال كل المهتمين والمتابعين وأصحاب العقول والقلوب المخلصة من أبناء المسلمين والأمة عامة. شرعت هيئة علماء المسلمين منذ زمن مبكر من تأسيسها في 14/4/2003 في مقارعة العدوان وتوعية الشعب بالنيات الحقيقية للاحتلال ومعالجة الخلل الكبير الذي طال مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسات الدينية والمساجد، والعمل على الحيلولة دون وقوع مكونات الشعب العراقي المتنوعة في أتون حرب طائفية أو عرقية أو دينية. مع هذا الاهتمام الكبير للهيئة في الشأن الداخلي العراقي، لم تنسى الهيئة أنها جزء من أمة لا بد أن تدافع عن قضاياها أو أن تبدي رأيها ونصائحها وتوضح مواقفها من خلال ما يستجد على الساحتين العربية والإسلامية. وقد نالت فلسطين والقدس القسط الأكبر من بيانات الهيئة ومواقفها غير المتعلقة بالعراق، إلى جانب قضايا أخرى في بلدان عدة مثل الصومال وأفغانستان ولبنان والسودان ومصر وسوريا وليبيا واليمن وأفغانستان وبنغلاديش ومسلمي روهينجا في ماينمار وغيرها من البلدان في أمتنا الإسلامية. وإذا أردنا أن ندلل على ما نقول، فإن البيان الثاني من بيانات هيئة علماء المسلمين الصادر بتاريخ 19 جمادى الأولى عام 1424 هجرية الموافق 20 تموز 2003 ميلادية، وهو البيان الثاني، كان متعلقا بالقضية الفلسطينية، بل بأهم مرحلة من مراحل التآمر على تلك القضية فيما سمي حينها بمشروع خارطة الطريق، ليحصل بذلك تقاسم في الهموم منقطع النظير، ولتتحد قضايا الأمة في مواجهة غطرسة الاحتلال أينما وجد على أراضي بلداننا وأمتنا مهما بعدت، وليتضح للعالم أجمع أن مشاريع النيل من أمتنا يخطط لها وتنفذ دون هوادة من الذين لم يفتأوا في تضييع مصالح بلدانهم ممن ارتضوا السير في إطار النظام العالمي المرسوم لهم بعيدا عن هموم أمتهم وخير أوطانهم وشعوبهم. وللتدليل أكثر سأعرج على بعض النصوص في هذه القضية واهتمام الهيئة بالقضية الفلسطينية. لم يقتصر أثر الهيئة في هذا الموضوع المهم، وإنما تعدى ذلك إلى الاهتمام الواسع بنصرة القضية الفلسطينية في المؤتمرات والملتقيات الدولية. والشيخ حارث الضاري خير مثال على ذلك رحمه الله وأعضاء الأمانة العامة، ولعل ذاكرة المتابعين لم تنس قط حديث فضيلة الشيخ حارث بحرارة وألم عن قضية فلسطين في ملتقى القدس الدولي المنعقد في إسطنبول في 22 نوفمبر عام 2007، وتسميته لها بالقضية الأولى للأمتين العربية والإسلامية. وقال يومها: إنه مهما عظمت القضايا الأخرى والرزايا النازلة بالأمة، ومهما بلغت ومهما ترتب عليها من انكسارات في صفوف الأمة، فإنها تأتي في المرحلة التالية لقضية فلسطين والقدس. وقال رحمه الله: القدس في قلوبنا والقدس في جوارحنا، ولقد قدم العراقيون جميعا من أجل القدس وفلسطين الكثير، وهو مع ذلك دون ما كنا نتمنى، ونحن نؤمن بأن القدس وبغداد وجهان لعملة واحدة وهي الأمة العربية والإسلامية، فوجود بغداد يعني وجود القدس، وتحرير القدس يعني تحرير بغداد، وما ألم ببغداد ونحن نشرف بهذا إلا بسبب القدس. وأكد فضيلة الشيخ الدكتور حارث الضاري رحمه الله في مناسبة أخرى على أن قضية القدس ما تزال حية، وأن المسلمين جميعا عربا وغيرهم متمسكون بالقدس أكثر من أي وقت مضى، وأن على الاحتلال أن يفكر بهذا قبل أي خطوة يخطوها نحو القدس. وفي هذا رسالة أيضا إلى أن الأمة لديها القدرة على أن تتوحد. في كلمة ألقاها رحمه الله في المؤتمر القومي العربي 19 الذي عقد في العاصمة اليمنية صنعاء في 11/5/2008، أكد الشيخ الضاري على أنه مهما كان موضوع العراق مهما وضروريا،
إلا أن أهمية هذا الموضوع لا تغلب على أهمية فلسطين وقضيتها وحصار غزة في وقتها. وقال رحمه الله: بالنسبة إلينا في العراق فإن قضية فلسطين هي قضيتنا الأولى قولا وفعلا، ولن تلهين الأحداث الجسام التي مرت وتمر وقد تستمر إلى فترة في العراق عن قضية فلسطين، لإيماننا أن القضيتين وجهان لعملة واحدة. من جانب آخر، نشط أعضاء الهيئة وأنصارها في دعم قضية فلسطين وحقوق شعبها الذي يتعرض إلى المذابح والمجازر والاعتداءات السافرة منذ ما يزيد على 60 عاما من الاحتلال الصهيوني، فحق عودة الشعب الفلسطيني إلى أرضه حق ثابت عند الهيئة كما هو حق ثابت عند أهل فلسطين. وشاركت الهيئة مشاركة فاعلة على سبيل المثال في مؤتمر حق العودة الدولي الذي عقد في العاصمة السورية دمشق بتاريخ 23 من الشهر 11 عام 2008. ويوم أن طال العدوان الصهيوني غزة الصامدة في 2008، سخرت هيئة علماء المسلمين في العراق كل إمكاناتها الإعلامية والسياسية وغيرها، وقامت بدورها في توعية أبناء الشعب العراقي للوقوف صفا واحدا إلى جانب إخوتهم في غزة ودعم صمودهم تجاه العدوان الهمجي الذي طالهم. وأخذ الأئمة والخطباء على عاتقهم القيام بهذه المهمة النبيلة في منابر المساجد في العراق، فضلا عن تنظيم المظاهرات التي ساهمت فيها فروع الهيئة في داخل العراق ومكاتبه في الخارج، وتنظيم حملة لجمع التبرعات إسهاما منها في نصرة قضية الأمة الأولى ونصرة لأهل غزة. ولم ينقطع أعضاء الهيئة عن المشاركة في عدد كبير من المؤتمرات الدولية التي تدعم القضية الفلسطينية وتدرس جوانبها المختلفة في ظل التطورات التي تحصل على الساحة نتيجة العدوان المستمر الذي يمارسه الكيان الصهيوني. وأمثلة ذلك مؤتمر مؤسسة القدس الرابع في صنعاء عام 2005، وملتقى علماء المسلمين لنصرة الشعب الفلسطيني في الدوحة عام 2006، ومؤتمر مؤسسة القدس الخامس في الجزائر عام 2007، وملتقى القدس الدولي في إسطنبول عام 2007، ومؤتمر غزة النصر في إسطنبول أيضا عام 2009، ومهرجان احكي يا أقصى في الدوحة عام 2009. من هذه الدلائل والأمثلة نصل إلى تلخيص لجهود هيئة علماء المسلمين لنصرة القضية الفلسطينية، ويمكننا أن نحدد خطوط عريضة لهذه الجهود وهذه المواقف التي وقفتها هيئة علماء المسلمين في العراق مع القضية الفلسطينية. يمكننا أن نجعلها على 7 خطوط أو 7 محاور. موقف الهيئة من التطبيع مع الكيان الصهيوني، موقف الهيئة من الاعتداءات على الشعب الفلسطيني، موقف الهيئة من الاعتداءات على المسجد الأقصى ومدينة القدس، موقف الهيئة من الاعتداءات على المدن الفلسطينية المحتلة، موقف الهيئة من السياسات الاستيطانية في المدن الفلسطينية، موقف الهيئة من المصالحة بين الفلسطينيين، موقف الهيئة من استهداف القادة الفلسطينيين. كل ذلك ورد في بيانات وأدبيات وإعلام هيئة علماء المسلمين وقوفا مع القضية الفلسطينية وشعب فلسطين. من هذه الخطوط العامة ومن هذه الأمثلة نعلم مكانة قضية فلسطين والقدس في وجدان هيئة علماء المسلمين في العراق وأعضائها وأدبيات هذه المؤسسة التي أخذت على عاتقها مسؤولية ومهمة ودور العلماء في الملمات والأحداث العظيمة تجاه الأمة وأبنائها، فكانت هيئة علماء المسلمين في العراق خير ممثل لخير أمة لا ينقطع فيها المصلحون القابضون على الجمر المجاهدون في سبيل الله حتى قيام الساعة. والسلام عليكم وبارك الله فيكم على استماعكم. شكرا للشيخ الأستاذ حامد الخزرجي على هذه الورقة القيمة التي بين فيها الأهمية الكبيرة للقضية الفلسطينية لدى هيئة علماء المسلمين في العراق وجهودها في هذا السبيل. والآن ننتقل إلى ورقة الدكتور مثنى الضاري، ونفتح له المجال ليلقي ورقته المعنونة جهود العراقيين في الدفاع عن القدس وفلسطين
فليتفضل مشكورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توجه بالشكر في البداية للإخوة في القسم المهني على هذه الدعوة لنا للحديث في هذه الندوة المتعلقة بأسبوع القدس العالمي. وهذه المشاركة من الهيئة عامة والقسم المهني خاصة تأتي في سياق مشاركات وفعاليات عدة تقوم بها الهيئة للمشاركة مع الفعاليات والهيئات العلمائية وغيرها في العالم لإحياء هذا الأسبوع في التجربة الأولى له. وأشكر الأخ مدير الندوة على إدارته لهذه الندوة وعلى تقديمه لي ولأخي الشيخ حامد الذي أشكره على ما جاء في ورقتي من معلومات مهمة أغنتني كثيرا وجعلتني أقصر الكلام على جهود العراقيين واستثني منها جهود الهيئة فقد اتضحت جهود الهيئة فلا داعي لتكرار ذلك. هذه الورقة هي بعنوان جهود العراقيين في الدفاع عن القدس وفلسطين، وهي معنية ببيان ما قام به العراقيون منذ بداية القضية الفلسطينية أو الأزمة الفلسطينية وحتى اللحظة على مدى قرن تقريبا من الزمان. وهذه الجهود متنوعة وكثيرة جدا، وكثرتها تنبع من العلاقة الخاصة بين العراق وفلسطين واهتمام العراقيين كغيرهم من المسلمين والعرب، ولكن أستطيع أن أقول بأنه كانت هناك عناية خاصة من العراقيين بهذا الموضوع لأمور وأسباب عدة لا يتسع المجال لذكرها، فهي تتعلق ب التاريخ والفكر والعقيدة والجغرافيا وما إلى ذلك. حسبنا اليوم أن ندلل على هذه الكثرة، وهذه الكثرة متنوعة، فمنها جهود عامة ومنها جهود خاصة ومنها جهود سياسية وإعلامية وثقافية وفكرية وإنسانية وإغاثية وجهادية أيضا، وهي على مستويات مختلفة أيضا، فمنها ما هو رسمي ومنها ما هو شعبي ومنها ما هو مشترك بين الرسمي والشعبي. وقد ازدوجت هذه المستويات في مراحل متعددة من القضية الفلسطينية، في بداية احتلال فلسطين وتقسيمها، ثم في الحروب التي خاضتها الجيوش العربية والمسلمة من أجل تحرير بيت المقدس، وانتهاء بالأوضاع الحالية. ولذلك سأتحدث أولا عن الجهود الجماعية، ثم بعد ذلك أنتقل إلى الجهود الفردية التي سأختار فيها بعض الأسماء والشخصيات، وهو اختيار قائم على أساس الجهد المبذول والتنوع الفكري والتنوع المكاني داخل العراق وطرق العطاء ودعم جهاد الفلسطينيين، فهي لا تعني الحصر وإنما هي فقط أمثلة يتسع لها وقت هذه الندوة، وإلا إذا أردنا أن نتوسع في المجال متروك لكثير من الباحثين والدارسين الذين يمكن أن يستفيدوا من هذه المعلومات للانطلاق في هذا الموضوع بصورة أكبر. أولا، الجهود الجماعية أو المؤسسية هي كثيرة جدا، ولكن يمكن حصرها أيضا في ما يأتي. أولا، في مؤتمر القدس. هذا المؤتمر متقدم جدا، عقد سنة 1931 في المسجد الأقصى في فلسطين في القدس قبل احتلالها، وعندما بدأت محاولات الهيمنة على القدس من خلال دخول المستوطنين ورعاية البريطانيين لهم بعد صدور وعد بلفور وما إلى ذلك، أحس المسلمون جميعا بأن هناك خطرا كبيرا يتهدد فلسطين والقدس تحديدا، فبدأت جهود عديدة ومتنوعة سيأتي ذكر بعضها في الجهود الفردية، ولكن عقد مؤتمر جامع للقدس عام 1931، وكان أحد الحضور شخصية عراقية بارزة معروفة سنتحدث عنها في الجهود الفردية، وهو الشيخ العلامة نعمان الأعظمي رحمه الله، حضر هذا المؤتمر ممثلا للعراق وكان له جهد كبير في أعمال هذا المؤتمر. الجهد الثاني والسياق الثاني أنه انطلقت بعد
انتباه المسلمين إلى الأخطار التي تتهدد فلسطين والقدس لجان للدفاع عن المسجد الأقصى، للدفاع عن القدس، للدفاع عن فلسطين في مختلف أنحاء العالم الإسلامي. وهذه اللجان في الغالب تولاها العلماء، ومنها لجنة الدفاع عن القدس التي كانت مركزية في بغداد، وكان على رأسها الشيخ أمجد الزهاوي رحمه الله، ولها فروع في المحافظات، وسيأتي ذكر مثال لفرعها في سامراء بعد قليل. هذا جهد العلماء. أما السياسيون فكان هناك يعني لجنة مشكلة، لجنة تحقيق أمريكية بريطانية تسمى هكذا، أصدرت قرارا في نيسان عام 1946. هذا القرار أوصى بالسماح لمئة ألف مهاجر يهودي بدخول فلسطين. ذاك الوقت ردا على هذه الخطوة شكلت لجان أيضا للدفاع عن فلسطين، ومنها لجنة الأحزاب العراقية للدفاع عن فلسطين. وهذه اللجنة التي تشكلت في عام 46 تكونت من عدد من الشخصيات العراقية، ولاحظوا أنها تمثل جميع ألوان الطيف العراقي، جميع المكونات العراقية، في رسالة واضحة وصريحة على أن العراقيين جميعا مع فلسطين والقدس. كان رئيس اللجنة هو الشيخ محمد الصدر، ومعه جميل المفتي وصادق البصام وجلال بابان ويوسف غنيمة، خمسة أعضاء يمثلون ألوان الطيف العراقي من أجل التضامن مع القضية الفلسطينية. فإذا جهد مؤسسي قام به العلماء في لجان الدفاع عن القدس، وجهد مؤسسي قامت به القوى والأحزاب السياسية عن طريق لجنة الأحزاب العراقية للدفاع عن فلسطين. وسيأتي ذكر أيضا لبعض جهود هذه اللجنة في الموصل من خلال أحد أعضائها، وهو المؤرخ المعروف عبد المنعم الغلام. هذه الجهود العامة أخذت منها ثلاثة أمثلة، أما ما قامت به من أعمال، ما قامت به من جهود، ما جمعت من أموال، ما بعثت من مجاهدين إلى فلسطين، ما أصدرت من كتب، من رسائل، من مناشدات، فهذا كم كبير جدا لسنا في معرض عرضه الآن لأنه يستغرق وقتا طويلا، وسترد بعض الأمثلة عند الحديث عن الجهود الفردية. عندما نتحدث عن الجهود الفردية وسنعرض بعض الصور التي توثق هذا الموضوع، لابد لنا أن نقر بداية أنه لا يكاد يوجد عالم أو مثقف أو مفكر أو أديب أو شاعر أو إعلامي أو سياسي أو عسكري وقس على ذلك في العراق إلا وكان له أثر في دعم قضية فلسطين والدفاع عن المسجد الأقصى. منهم من عرف بذلك ومنهم من لم يعرف، واجبنا الآن أن نذكر من عرف ومن لم يعرف حتى نسلط الضوء أكثر على بعض الجهود الخفية التي تحتاج إلى إظهار. فنبتدأ أولا بالجهد الأول والأبرز للشيخ نعمان الأعظمي. الشيخ نعمان الأعظمي لمن لا يعرفه هو نعمان بن أحمد بن إسماعيل بن أحمد بن محمود العبيدي الأعظمي. ولد في محلة الشيوخ بالأعظمية في بغداد عام 1874 للميلاد. كان الشيخ نعمان الأعظمي شعلة وقادة من الذكاء والحمية، وطبقت شهرته الآفاق في العراق وخارج العراق. لما؟ لصلاته الكثيرة مع علماء الأمصار كالشيخ محمد بهجة البيطار في دمشق، والشيخ جمال الدين القاسمي في دمشق أيضا، والشيخ عبد القادر المغربي في دمشق، ومفتي فلسطين الحاج أمين الحسيني وغير هؤلاء. وكان هؤلاء جميعا يعجبون بعلمه وأدبه ووعيه السياسي في تلك المرحلة المتقدمة. ونذكر هنا أن الشيخ نعمان الأعظمي له فضل على أهل العراق عموما وعلى أهل العلم تحديدا، في أنه هو الذي أنشأ كلية الإمام الأعظم بطلب من السلطان، قدم له طلبا يقول له بأن مدرسة الإمام أبي حنيفة قد انقطع التدريس فيها ولا توجد كلية عالية لطلبة العلم في العراق، وأرسل له مخططا كاملا للفكرة، فوافق السلطان في وقتها السلطان عبد الحميد، وأنشئت الجامعة، سميت في وقتها طبعا كلية الإمام الأعظم، ثم تغير اسمه والآن هي كلية الإمام أبي حنيفة الجامعة في بغداد. الشيخ نعمان الأعظمي في ذلك الوقت المتقدم كان على صلات مع مسلمي البوسنة والهرسك ومع مسلمي النمسا، وتحديدا مع مفتي النمسا، وكان هناك طلاب من النمسا
ومن البوسنة والهرسك يدرسون في العراق، وكان يرعاهم، وكان يتجول في العراق لأنه أصبح واعظا للعراق في ذلك الوقت. هذه جهوده فيما يتعلق بالحالة العامة. أما جهوده فيما يتعلق بفلسطين فقد شارك في مؤتمر القدس كما قلنا، المؤتمر الإسلامي الكبير الذي انعقد في مدينة القدس في فلسطين في 1349 للهجرة، 1930 صحيح عفوا قبل قليل قلت 31 لا 30. توفي النعمان الأعظمي سنة 1936 رحمه الله، وذكر أولا لأني رتبت الأسماء على الأقدم وفاة، فهو توفي سنة 1936، ولكنه خلف لنا تراثا كبيرا بمؤلفاته وأدبه وعلمه وتلاميذه، وقد سار على نهجه في القضايا العامة في العلم والدعوة وما إلى ذلك. وقضية فلسطين بعده قرينه وتلميذه الشيخ حمد الأعظمي رحمه الله. الشخصية الثانية هو الشيخ محمد حبيب العبيدي، الشاعر والأديب والمفكر ومفتي الموصل، أو كما كان يسمى في وقتها مفتي الديار الموصلية. توفي رحمه الله سنة 1963، وبالمناسبة سنة 1963 توفي فيها عدد كبير من علماء العراق، فقدنا في سنة واحدة كما كبيرا منهم. العبيدي رحمه الله كان سياسيا ومفكرا ومنتبها لما يحاك للأمة من مؤامرات منذ وقت مبكر، ولعل أول كتاب صدر يحذر في الوطن العربي في وقته، يحذر من سياسة الإنجليز على البشر عامة وعلى المسلمين خاصة، كان من تأليفه سنة 1916، وتعرض فيه لما يقوم به البريطانيون في ذلك الوقت والإنجليز تحديدا منهم تجاه البلاد العربية والمسلمة، ومنها طبعا كانت في ذلك الوقت فلسطين. فهو عندما كتب هذا الكتاب كانت البلاد العربية أمامه، ويرى ماذا يفعل الاحتلال البريطاني، ولاحظوا أنه 1916 يعني قبل أن يكتمل الاحتلال البريطاني للعراق اللي اكتمل سنة 1918 باحتلال الموصل. فإذن هو 1916 وما زالت الحرب جارية بين العثمانيين وبين الإنجليز، وما زالت الحرب العالمية الأولى جارية، يتحدث بهذه اللهجة. كتابه جنايات الإنجليز على البشر عامة وعلى المسلمين خاصة رحمه الله، هذا كان جهده الأبرز. ثم بعد ذلك شارك في المؤتمرات التي عقدت عن فلسطين والمؤتمرات القريبة منها، فقد كان ممثلا للعراق مثلا في مؤتمر الخلافة في العشرينات في وقتها، لسان حال من كتب عنه يثني عليه في طروحاته، وللأسف المصدر الوحيد الذي يكاد يذكر مشاركته في المؤتمر ويذكر بعض النصوص من كلامه وإدارته لبعض الجلسات هو الشيخ رشيد رضا رحمه الله في مجلة المنار. فضلا عن ذلك كان يلتقي أحيانا مع الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء الذي كان أيضا يشارك في مؤتمرات القدس ونصرتها، وكانوا كثيرا ما يجتمعان في هذه المؤتمرات. وقد تحدث الشيخ كاشف الغطاء عن الشيخ العبيدي وأثنى عليه في كتابه في مذكراته عقود حياتي. فهذه الشخصية الثانية البارزة من الموصل التي كانت لها عناية خاصة بموضوع فلسطين والدفاع عن القدس. الشخصية الثالثة هي أشهر من أن يعرف بها، وهو الشيخ العلامة أمجد الزهاوي رحمه الله الذي توفي سنة 1967، علامة العراق والأمة في وقتها، الذي بذل وقته كامل لقضايا الأمة ولا سيما قضية فلسطين. كان رحمه الله كثير الاهتمام بقضايا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وعرف عنه جولاته الكثيرة في هذا الصدد، فقد سافر وحضر المؤتمرات من أجل فلسطين وقضايا الأمة الأخرى كقضية الجزائر، وسافر إلى بلاد الشام والحجاز ومصر وباكستان والهند وشمال أفريقيا وإندونيسيا وماليزيا مرات ومرات، ليست مرة واحدة. كان فيها جميعا يلتقي بالعلماء العاملين والزعماء ويشرح لهم المهمات التي سافر من أجلها، ويحثهم على العمل الجاد لإصلاح أحوال المسلمين. الشيخ الزهاوي ترأس العمل لجنة الدفاع عن القدس في العراق وإنقاذ فلسطين، هو ترأسها في العراق، وكان يعاونه الشيخ الصواف، وسيأتي ذكر لهذا بعد قليل.
لكن قصة تفرغ الشيخ الزهاوي بشكل شبه كامل لموضوع فلسطين قصة طريفة ومؤلمة في الوقت نفسه. قصة تقول أن الشيخ الزهاوي حضر المؤتمر الإسلامي الذي انعقد في ساحة المسجد الأقصى في 27 رجب، لاحظوا أيضا في رجب، فإذا موضوع أسبوع القدس وفي رجب له دلالاته. متى كان هذا؟ كان في عام 1952 للنظر في قضية فلسطين وشؤون إسلامية أخرى، وكان الداعي للمؤتمر أحد علماء مصر الشيخ محمد عبد اللطيف دراز، رئيس جبهة الكفاح لتحرير الشعوب الإسلامية، هذه الجبهة أو الجمعية كانت في مصر، فدعا باسم الجمعية لاجتماع كبير في القدس، مؤتمر شعبي بعيدا عن السياسات والدول والزعامات وما إلى ذلك، دعا فيه الجمعيات الإسلامية وعلماء الأمة ومفكريها ومثقفيها للحضور إلى القدس. حضر الشيخ الزهاوي صفته رئيسا لجمعية إنقاذ فلسطين في العراق التي تشكلت في ذلك الوقت، جمعية إنقاذ فلسطين، وكان نائبه فيها الشيخ الصوف الذي يسمى في وقتها بسكرتير الجمعية. حضروا إلى القدس فوجدوا أن الداعين إلى المؤتمر قد تخلفوا عن الحضور، الشيخ محمد عبد اللطيف دراز ومن معه لم يستطيعوا الحضور للقدس. ما هي الأسباب؟ لا نعلم، تذكرها بعض كتب التاريخ لكن لسنا في مورد الحديث عن هذا الموضوع. فبادر الشيخان الزهاوي والصواف إلى تبني فكرة المؤتمر، وصارا هما أصحاب المؤتمر، وجمع العلماء والخطباء وشباب الدعوة الإسلامية، وعقدوا اجتماعات متواصلة في القدس، وتشاوروا وتذاكروا كما تقول المصادر في قضية فلسطين وقضايا المسلمين عامة، وانتهى تشاورهم هذا إلى تأسيس مكتب دائم لمتابعة هذا الموضوع في القدس، سموه مكتب الإسراء والمعراج، ليكون نقطة التقاء وارتكاز للعمل في المراحل القادمة. بعد ذلك عاد الوفد العراقي إلى بغداد وأعلنوا يأسهم من الحكام ومن تصرفاتهم الخائبة التي كما يقول أحد المصادر نكست رؤوس العرب والمسلمين وفضحتهم في العالمين، وعدوا القضية الفلسطينية أي الشيخ الزهاوي من معه هي قضية الإسلام الكبرى في هذا العصر، ومن الممكن أن تكون المنطلق الصحيح لخدمة قضية القضايا في مشكلات المسلمين وهي قضية الإسلام نفسه. يعني فلسطين هي هدف ولكنها في الوقت نفسه أصبحت وسيلة لإحياء روح الإسلام ومعالجة مشكلات المسلمين في العالم أجمع. بهذه النية قرر الجمعية إنقاذ فلسطين في العراق الدعوة إلى المؤتمر الإسلامي بمناسبة المولد شهر المولد النبوي الشريف في ربيع الثاني 1373 للهجرة 1953، واستطاع الزهاوي جمع الأموال لهذا المؤتمر من الحكومة العراقية. هنا أقصد عندما قلت هناك جهود رسمية وجهود شعبية وأحيانا هناك التقاء بين هذين الجهدين، وأيضا من التجار الأغنياء العراقيين، ووجهوا الدعوة إلى قادة العالم الإسلامي. ثم سافر الزهاوي والصواف إلى مصر والسعودية والتقوا رجال الحركة الإسلامية والعلماء، ثم عادا إلى الأردن في القدس لاستقبال المدعوين قبل الموعد ببضعة أيام. طبعا هناك صور توثق هذه الرحلات ولقائهم بالملوك وبالرؤساء لعرض هذا الموضوع، وقسم منها يعرض الآن. فقد حضر المؤتمر 75 شخصية إسلامية بارزة، كالأستاذ علال الفاسي من المغرب، والأستاذ عصام العطار من سوريا، ومحي الدين القليبي من تونس، والفضيل الورتلاني من جمعية العلماء المسلمين في الجزائر، وسيد قطب رحمه الله، وعمر بهاء الدين الأميري من سوريا، وسعيد رمضان من مصر، وكامل الشريف من الأردن، وسواهم من القادة والكتاب والمفكرين، واعتذر قادة آخرون. وصلت إلى المؤتمر مئات البرقيات المؤيدة التي تبدي استعدادها للقيام بما تكلف به، وأعلن المؤتمر بطلان الوضع الذي أحدثه اليهود في فلسطين من تقسيم واحتلال وتشريد للفلسطينيين وغصب لحقوقهم، وعد الصلح مع الكيان الصهيوني أو التعامل معه خيانة عظمى، والتفكير في تدوير القدس لاحظوا منذ ذاك الوقت مؤامرة استعمارية يقف العالم الإسلامي في وجهها. إذن هو مؤتمر ودعوة ونشاط وفتوى وموقف، كل هذا كان بفضل جهود الشيخ الزهاوي ومن معه إلى آخر ما هنالك من توصيات. وبناء على ما قام به الشيخ الزهاوي
في انعقاد المؤتمر اختاره الحاضرون رئيسا دائما له بالإجماع. يعني علماء الأمة ومفكروها ومثقفوها اختاروا الشيخ الزهاوي رئيسا للمؤتمر على مدى الحياة بالإجماع. انطلق بعدها هو والشيخ الصواف والشيخ علي الطنطاوي من سوريا رحمه الله جميعا في رحلة دامت 7 أشهر للتعريف بقضية الفلسطينية وقضية القدس ونتائج المؤتمر. طافوا فيها عدد من البلدان الإسلامية والتقوا الكثير من القادة والمفكرين وجمعوا الأموال وجيشوا العواطف واستثاروا العقول من أجل هذه القضية الكبرى التي خانها من خانها وتآمر عليها من تآمر فلسطينيا وعربيا وإسلاميا ودوليا كما يقول أحد الكتاب. وكان الزهاوي رحمه الله يكاتب الملوك من أجل هذه القضية ومن أجل القضايا المسلمين الأخرى، فقد كتب إلى الملك سعود وإلى الملك محمد الخامس وإلى الملك إدريس السنوسي وإلى الرئيس السوداني والرئيس الباكستاني محمد أيوب خان والملك فيصل وسواهم، وكان يراسل ويلتقي رجال الإسلام ويدعوهم إلى التعاقد على نصرة الإسلام والمسلمين ويدعوهم إلى الإخلاص والجد في العمل، وأن يكون هدفهم الأول هو استرجاع فلسطين العزيزة التي يبذل من أجلها كل غال ونفيس. وله كلمة مشهورة في هذا الموضوع يقول فيها: إخواني لا تهتموا بالمال، فإن الناس متى علموا صدق أعمالنا ونياتنا فسوف يحملون المال على أطباق فوق رؤوسهم ويأتون به إلينا. متى ما عرفوا الصدق وحسن النوايا يأتي المال. ثم بدأ هو وإخوانه في تجهيز المتطوعين بجميع مستلزماتهم وطالبوهم بالإسراع بالتوجه إلى ساحات القتال في فلسطين للدفاع عنها. هذا في عام 48. رحم الله الشيخ أمجد الزهاوي. وقد اختصرت بعض الكلام لأن الجهود في هذا الباب كثيرة، ويمكن لمن أراد أن يطلع على هذه الرحلات 7 أشهر أن يرجع إلى كتب الشيخ علي الطنطاوي. كتبه عنده عدة كتب من ذكرياتي وفي أندونيسيا وغيره، 3 أو 4 كتب تتعلق رجال من التاريخ أيضا يثني فيها ثناء عطرا على الشيخ أمجد الزهاوي ويذكر فيها تفاصيل كثير من هذه الرحلات. وأيضا الشيخ الصواف له كتاب في هذا الموضوع يشير إلى جانب من هذه الرحلات. ننتقل الآن إلى الشيخ العلامة أحمد الراوي، شيخ سامراء ومدير المدرسة العلمية فيها رحمه الله. الشيخ العلامة أحمد الراوي له جهود كثيرة في هذا المجال، فقد تعاون مع علماء بغداد والعراق في إصدار الفتاوى العامة المتعلقة بالقضايا المهمة، ومن أبرزها فتوى إعلان الجهاد لتحرير فلسطين، ثم مشاركته الفاعلة في لجنة الدفاع عن فلسطين وترأسه لفرعها في سامراء، وكان له نشاط كبير وموثق. هذا النشاط يكاد يكون هو التوثيق الأفضل في فروع اللجنة في العراق. أيضا استقبل الحاج أمين الحسيني رحمه الله المفتي العام للقدس ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى ورئيس اللجنة العربية العليا في سامراء عدة أيام عام 1940، وجال معه في سامراء وهناك صورة تجمعهم. وكان الهدف من هذه الزيارة هو تأسيس صندوق تبرعات لمجاهدي فلسطين وكفاحهم للصهاينة المستعمرين. رئاسته أيضا لهذه الجمعية شاركه فيها، كان هو الرئيس، وكانت بعضوية السيدين الاسم الرسمي جمعية الدفاع عن فلسطين فرع سامراء برئاسة الشيخ أحمد الراوي، وعضوية السيدين حسين العابد شيخ عشيرة البدراج والحاج جاسم الحجي أحد وجهاء عشيرة البرحمن. واستمرت هذه الجمعية في عملها بجمع التبرعات، ولم يقتصر نشاط الشيخ في هذا المجال على مدينة سامراء بل شمل النواحي التابعة لها. وفي حينها قام قائم مقام قضاء سامراء بتعميم كتاب إلى النواحي التابعة للقضاء وهي بلد وتكريت وبيجي والدور، يحثهم فيه على التعاون مع رئيس الجمعية الشيخ أحمد الراوي وتسهيل مهمته في جمع التبرعات. هذا أيضا تعاون جهد إداري مع رسمي مع جهد شعبي. واستمرت الحملة سنوات حتى بعد انتهاء الحرب في فلسطين ولم تتوقف طوال العهد الملكي. وقد استفاد الشيخ الراوي من علاقاته الوثيقة مع شيوخ العشائر والشخصيات المؤثرة في تلك المناطق، ولاحظوا الصلة هنا بين علماء الدين والعشائر ونتائجه في ذلك الوقت، واستثمر هذه العلاقات ووظفها باتجاه توسيع عملية التبرع، حيث أصبح كل واحد منهم كل شيخ عشيرة خارج سامراء بمثابة ممثل للجمعية في منطقته. على سبيل المثال كان الشيخ جاسم الجبوري رحمه الله في ناحية الضلوعية، والحاج شاكر الشيخ وهيب رحمه الله في ناحية الدور،
والشيخ ندى الحسين شيخ المناصر والسادة الأوالسة والشيخ صابر الشيخ خلف الرفاعي في تكريت، وهكذا توسع العمل، فضلا عن سامراء التي كانت مقر المركز الرئيس لجمع التبرعات وساهم فيها جميع شيوخ عشائر المدينة. ولم يقتصر الشيخ على ذلك، بل وجه رسائل وبرقيات من فرع الجمعية في سامراء، ما اقتصر على رسائل ومخاطبات الشيخ الزهاوي، لا، وجه رسائل من فرع الجمعية في سامراء إلى الوصي على عرش العراق في وقتها، وإلى السفير البريطاني، وإلى جريدة الاستقلال وجريدة البلاد وغيرها. من أهم ما تضمنته قوله إن أعمال السلطات البريطانية في فلسطين من قتل وتعذيب لإخواننا العرب قد أساء جميعا، وهم يستنكرون هذه الفظائع المخالفة للديمقراطية التي تدعيها إنجلترا وتباعد بينها وبين حقوق العرب والمسلمين، ودعا فيها للتوسط بإيقاف هذه المظالم وإنقاذ إخواننا عرب فلسطين البواسل. وردت وثائق إجابات، من هذه الإجابات التي أجاب بعض هؤلاء على الشيخ الراوي إجابة رئاسة الوزراء في وقتها، تقول الإجابة إلى صاحب الفضيلة السيد أحمد الراوي الرفاعي حول ما قام به من حملة جمع التبرعات وإصدار الفتوى، وورد فيه: كان لكتابكم الكريم المعبر عن شعوركم النبيل وعاطفتكم الصادقة تجاه هذه الأمة العزيزة في موقفها الخطير الحاضر أبلغ الأثر. ويضيف الجواب: أشكر لكم وطنيتكم الفياضة أبلغ الشكر، مقدرا حق التقدير أهمية الفتوى الدينية التي أصدرتموها في حث الناس على الجهاد المقدس للدفاع عن بيضة الإسلام. أما تبرعكم بالمال للإخوان المجاهدين فقد كان عملا نبيلا أضيف إلى حسناتكم المتعددة، أكثر الله من أمثالكم وأدامكم خير ذخر لهذه الأمة. هذا كان الخطاب الرسمي لأحد كبار علماء العراق في وقتها، وقيسوا على زماننا الحاضر. ننتقل بعد ذلك إلى المؤرخ عبد المنعم الغلامي رحمه الله، المؤرخ والكاتب والمفكر والباحث والموثق المعروف من أدباء ومثقفي الموصل، توفي سنة 1967 رحمه الله، وله كتب كثيرة جدا في تاريخ العراق وتوثيق كثير مما جرى فيه، ولو عناية خاصة بالوثائق من مراسلات وصور، وحفظ لنا تراثا كبيرا في هذا المجال، من أبرزه كتاب ثورتنا في شمال العراق 1919-1920 التي وثق فيها جهاد الكرد ضد الاحتلال البريطاني من سنة 1919 إلى 1920 في الجزء الأول، وأتبعه بجزء ثاني، فضلا عن كتابه المشهور أسرار الكفاح الوطني في الموصل. كان الغلامي مهتما كثيرا بقضية فلسطين، وعلى إثر ما قرار اللجنة الأمريكية البريطانية اللي أشرنا له في بداية هذه الورقة في عام 46 القاضي بتهجير 100,000 يهودي إلى فلسطين، تشكلت لجان كثيرة ومنها لجنة الأحزاب العراقية للدفاع عن فلسطين اللي رأسها محمد الصدر وذكرنا الأعضاء معه. هذه اللجنة كان لها فرع في الموصل، من خلال هذا الفرع عمل الغلامي، وقد مارس دورا مهما في الإضراب التام عن العمل تضامنا مع قضية فلسطين، كان حين ذاك معلما في الموصل، وقام بدور مهم في تحريض الطلبة ضد قرارات اللجنة البريطانية لأمريكا وحثهم على الإضراب التام، وكان له أثر في توزيع المناشير الخاصة بالدعوة للإضراب تضامنا مع فلسطين. بسبب هذه المواقف الوطنية وغير مواقف، يعني بتعبيرنا العراقي نقول تبهدل رحمه الله، صدرت أوامر النقل ما يخلونه يستقر في الموصل نهائيا حتى لا يقود هذا العمل الوطني أو يساهم فيه، فينقل دائما إلى مدارس بعيدة في الأقضية والنواحي، فقضى حياته المهنية التعليمية بعيدا عن مدينة الموصل. وهكذا بعد هذه الجهود تصاعدت مواقف الأوساط العربية الرسمية والشعبية استنكارا وشجبا مع تصاعد معاناة شعب فلسطين، ثم وقعت المذبحة المشهورة مذبحة دير ياسين في 9/4/48، وكان للغلام وغيره جهود كبيرة في هذا المجال. ننتقل بعد ذلك إلى الشيخ الداعية محمد محمود الصواف رحمه الله، توفي في التسعينات، وقد ألمحنا إلى جزء من جهوده ونشاطاته مع الشيخ أمجد الزهوي رحمه الله. المهم، كانت قضية فلسطين منذ إعلان قيام دولة إسرائيل، ما تسمى دولة إسرائيل، في 15/5/1948 ودخول الجيوش العربية إلى فلسطين، كان الشيخ الصواف مبادرا إلى المشاركة في المعركة بتوجيه من الشيخ الزهاوي رحمه الله، واستطاع في ذلك الوقت تجهيز 3 أفواج بكامل عتادها
وسلاحها ومؤنها وأرسلهم إلى فلسطين وذهب معهم، ما أرسلهم فقط ذهب معهم، وكان يقول إن معركة فلسطين هي امتداد لمعارك صلاح الدين بالأمس. وفق هذه الفكرة وهذا التصور وهذا الاعتقاد كانوا يعملون. وعندما انتهت الحرب عام 48 لم يتوقف الصواف رحمه الله عن نصرة قضية فلسطين، بل خاض جهادا آخر في ميدان الوعي والثقافة، فأسس جمعية إنقاذ فلسطين مع الشيخ الزهاوي وغيره من فضلاء المسلمين في العراق. وقد عملت الجمعية على جمع التبرعات وشرح القضية وإظهار أنها قضية المسلمين جميعا، وشارك كما ألمحنا إلى شارك في مؤتمر القدس عام 53، وكان هو بمثابة الساعد الأيمن والسند الرئيس للشيخ الزهاوي في المؤتمر، وثم كما ذكرنا سافر معه في الرحلة الطويلة، وهكذا استمرت ووثق كثيرا من هذه الجهود في هذا الموضوع، بل لديه كتاب خاص يتحدث فيه عن موضوع الجهاد وما إلى ذلك في العراق وخارج العراق، يتحدث فيه بألم عن قضية فلسطين. وهذه هذه الأحاديث وهذه المقالات وهذه الكلمات، فضلا عن أحاديثه الإذاعية التي كان يلقيها في كل بلد يزوره، بحاجة إلى جمع وترتيب وتهذيب وتوثيق، لأنه جهد كبير إلى الآن لم يبرز بالصورة المناسبة. وننتقل أخيرا إلى اللواء الحاج محمود شيط خطاب رحمه الله، الذي توفي سنة 1998. ولاحظوا احنا أخذنا علماء وكتاب ومفكرين، والآن نأخذ عسكري وكاتب وأديب وباحث ومفكر ومنظر ومشارك في حرب 48 في فلسطين. جمع يعني كما يقولون يعني المجد من جميع أطرافه في قضية دعم فلسطين رحمه الله. جهوده الأولى كانت قتاله في فلسطين، وهو مشهور معروف ومكتوب ومذكور وذكره هو كثيرا، وقد سمعته منه شخصيا في التسعينات عندما استطعت أن ألتقي به عدة مرات، وأخذت منه بعض الملاحظات التي لم يذكرها في كتبه، وخاصة العلاقة بين الضباط العراقيين في المعركة والعلاقة بين الجيوش العربية في وقتها وما إلى ذلك. استمر اهتمام الحاج محمود شيط خطاب رحمه الله بقضية الصراع العربي الإسرائيلي كما كان هو يسميه، وكان له جهود كبيرة. من أبرز هذه الجهود بل من أشهرها أنه توقع في 1 حزيران في مقال كتبه ونشره في الصحافة بأنه يوم 5 حزيران يضرب الكيان الصهيوني العرب، وهذا ما حصل. يعني قبل الهجوم ب4 أيام تنبأ باليوم، وهذه النقطة لم يهتم بها كثير من المسلمين والعرب، ولكن كتاب التاريخ الصهيوني وخاصة التاريخ العسكري توقفوا عندها كثيرا وحللوا كيف وصل محمود شيط خطاب إلى هذه المعلومة، المبنية طبعا على الخبرة الكبيرة بقضية الصراع مع الصهاينة. جهوده عندما كان مبعدا في مصر مع شيوخ الأزهر وغيره في دعم القضية واضح وظاهر، وجهوده عندما عاد إلى العراق أيضا واضحة وظاهرة. ولكن أبرز جهد له بعد المشاركة في الحرب هو المؤلفات التي كتبها عن فلسطين. محمود شيط خطاب موسوعي بطبيعته، ومؤلفاته وعناوينها تجاوزت 300 عنوان، ما بين كتاب وبحث ودراسة، وأما المقالات فحدث ولا حرج. من مؤلفاته عن قضية فلسطين والدفاع عنها الوجيز في العسكرية الإسرائيلية، حقيقة إسرائيل، دراسات في الوحدة العسكرية العربية، وهذه أيضا متعلقة بموضوع الكيان الصهيوني، أهداف إسرائيل التوسعية في البلاد العربية، الأيام الحاسمة قبل معركة المصير وبعدها، تحدث عن معارك العرب في ذلك الوقت في الستينات، العدو الصهيوني والأسلحة المتطورة، التصور الصهيوني للتفتيت الطائفي. لاحظوا يتحدث عن القضية الصهيونية، القضية الفلسطينية وعلاقته بالصهاينة من مختلف الجوانب، السياسي العسكري الفكري حتى الثقافي. وله أيضا كتاب مهم جدا هو إرادة القتال في الجهاد الإسلامي. هذا الكتاب كان محاضرة ألقاها عام 69 في الكويت، تحدث فيها عن بألم عما جرى في حرب 67 والهزيمة والنكسة، وعن توقعه للهجوم في يوم 5 حزيران. طور هذا الموضوع إلى كتاب يريد أن يقول بأنه لا توجد إرادة للجهاد، لا توجد إرادة للقتال عند العرب في ذلك الوقت، لذلك حصلت الهزيمة والنكسة. وهو كتاب يحكي خبرة الهزيمة، إذا استطعنا أن نقول خبرة الهزيمة في عام 67. بعد أن انتهيت من هؤلاء جميعا، كانت هناك نقطة كنت أعتزم الحديث عنها باختصار، ولكن لما الشيخ حامد جزاه الله خيرا تحدث عنها حتى هذا الاختصار سألغي الآن، وهو الشيخ حارث الضاري رحمه الله
وجهوده في الدفاع عن فلسطين والقدس، وأظن الشيخ حامد قد كفانا مؤنة الحديث عن هذا الموضوع. بارك الله فيكم وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للدكتور مثنى الضاري على هذه الورقة المهمة التي بيّنت الجهود التي بذلها علماء العراق ومثقفوه وقادة الفكر والتوجيه فيه من أجل القضية الفلسطينية على مدى قرن من الزمان تقريبا، وأظهرت حب العراقيين المعروف لمسرى النبي صلى الله عليه وسلم ودفاعهم عنه في كل المحافل والمعارك التي أتيحت لهم الفرصة للمشاركة فيها. وعن هذه الجهود كما ذكر الشيخ حامد هو قول الشيخ الراحل الشيخ حارث الضاري رحمه الله: قدم العراقيون جميعا من أجل القدس وفلسطين الكثير، وهو مع ذلك دون ما نتمنى، ونؤمن بأن القدس وبغداد وجهان لعملة واحدة، فوجود بغداد يعني القدس، وتحرير القدس يعني تحرير بغداد. وفي الختام لا يسعنا إلا أن نشكركم على المشاركة والتفاعل في هذه الندوة، ونشكر المحاضرين على ما قدماه من بيان وتوضيح عن القدس وفلسطين في عيون العراقيين، وإلى لقاءات قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.